طبعا قول لحضراتكم من شويه ان وزاره الاوقاف بدات النهارده التطبيق التدريجي لنظام خطبه الجمعه الموحده والمكتوبه. الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف طبق الخطبه المكتوبه النهارده على نفسه، قال ان هو هيكون هيضرب بنفسه المثل وكان بيقولها في مسجد عمرو بن العاص. موضوع الخطبه النهارده كان عن المال الحرام. وزير الاوقاف قال ان الخطبه المكتوبه دي هي اكتر او احد اكتر عوامل ضبط الخطبه علشان المحافظة على قيم ثابتة ومحددة بيتم بثها لجميع المساجد على مستوى الجمهورية في وقت واحد. وزير الأوقاف كمان أكد أن الهدف من النص المكتوب هو ضبط إيقاع الخطبة وتوصيل المعاني المهمة اللي بيحتاجها كل أطياف المجتمع، وأن الخطبة المكتوبة دي هي أحد مكونات خطة بتستمر على مدار 5 سنين بهدف تدعيم الفهم المستنير للدين. طيب على هذا الامر بينضم لي عبر الهاتف الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلاميه. اهلا بيك يا دكتور عبد الله. اهلا بيك واهلا بالمشاهدين في كل مكان. اهلا وسهلا يا فندم. بكل صراحه، انت مع ام ضد الخطبه المكتوبه وتعميمها على كل ربوع الجمهوريه المساجد؟ انا معها تماما. ليه يا فندم؟ اولا الخطبه ليست مجال لاستعراض مهارات الخطيب، وإنما هي تذكير بدين الله عز وجل وبكلمة الله تبارك وتعالى، ودي شعيرة بتؤدى، مش استعراض محاضرات أو درس بيقوله الخطيب على المنبر. هي تذكير وتوحيد للكلمة على مستوى النطاق الذي يخطب فيه الأئمة وعلى مستوى الدولة. وأنا لست مع فكرة أن يترك الحبل على الغارب لكل خطيب يقول ما يعن له من الأفكار على المنبر، سواء كانت متعلقة بالشعيرة الدينية أو متطرقة إلى أمور أخرى لا تمت إلى الدين بصلة وتداعب السياسة أو تلاعب السياسة. احنا مش عايزين الكلام ده، احنا مش عايزين المهارات الفردية اللي كل واحد يعني عايز يبقى فيها زعيم على المنبر. نحن نريد أن نذكر الناس بشعيرة الله عز وجل وبكلمة طيبة في الإسلام. معظم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تزيد عن 5 دقائق، وكان التذكير بمبادئ الإسلام العامة بعيد عن هذه المواربات السياسية والتطلعات الحزبية وإدخال الدين في السياسة. دي مسألة إحنا يجب أن نقف ضدها جميعا، وإن الأئمة ما يزعلوش منها. يعني أنا لأن الإمام الذي يريد أن يستعرض مهاراته وأن يبدي ما لديه من العلم، يا سيدي عنده الدرس بعد صلاة الجمعة، وإذا أعد له حد في المسجد يفضل قاعد معاه لحد صلاة العصر، إذا أعد لن يمنعه أحد من ذلك. يا دكتور عبد الله، حد هيقعد؟ حد هيقعد بعد صلاة الجمعة يا فندم؟ ما انما ما انا عايز اقول لحضرتك، يعني كون ان انت تستغل جلوس الناس لاداء الشعيره وتروح تعملها لي محاضره واستعراض وفيهقه واثار وكتب وقصص، لا قد لا, لا خلي بالك ان بعض الائمه لما بيتركوا وشانهم بيفرضوا على الناس قصص واخبار تضر اكثر مما تنفع، وليس لها في واقع الحياه التي يحتاجها الناس الآن أثر أو صلة.